أهلا فيكم بنات، أتمنى تكونوا بخير يا رب. اليوم راح أسوي ياكم تارت يكون حالي. شريت القوالب هذه، تكون نفس فكرة تارت جاهز، بس تحط تخبزونها شوية كذا في الفرن. خذت الفواكه هذه ونفس الشيء الثلاجة فيها فواكه ثانية. هذه صراحة رحت سوبر ماركت العثيم، رحت الدانوب ما لقيتها أبدا. آخر شيء لقيتها في التميمي، سعرها حدود 30 ريال، تكون فيها قطعتين، جدا طعمها لذيذ وسهل خبزها. تحطونها بس في الفرن، تخلونها شوية كذا، بعد كذا تبدون تشتغلون عليها. طبعا أنا سخنت الفرن، الحين بحطه فيها وبخليها كذا مش وقت كثير، على حسب درجة حرارة الفرن عندكم. أهم شيء إن تكون لونها كأنه كانكم حمصين شوية، التارت يكون شوية لونه أغمق شوية. بس بعد كذا جهزت الفواكه، غسلتها، حاولت أغسلها كلها. الفترة الأخيرة صايرين بناكل يعني أشياء مش صحية، نحاول نخفف السكر الأبيض، نحاول الشوكليت، الكوكيز اللي من برا البيت نحاول نخففه. قاعدين نحاول ناكل صحي ونحاول شوية نصنع حلويات في البيت صحية، كوكيز صحي بالشوفان، ما نحط فيه أي سكر أبيض أو أي شيء، ولا حتى الشوكليت الصغير الهرشي، لا قاعدين نحط فيه مثلا قطع تمر، تين، أي شيء كذا حالي. الحين بس خلاص أجففها. ناوي احط في حشوة التارت كاسترد، بس ما راح احط اي شيء ثاني، لا استخدم الاجبان ولا شيء، بس انه بحط حليب اسخنه، بعد كذا احط عليه الكاسترد وبس. سخنت الحين الحليب وياكم، بس يسخن ابدا انزل عليه الكاسترد. والتارت في الفرن خلاص قرب يجهز، خذ لون حلو، ما عاد اظنه بيطول شوي كذا واطلعه. الكاسترد تحطوا الكمية اللي انتو تحبونها، تحب القوام يكون ثقيل او خفيف عادي، انا استخدمت النوعية هذه. بحط الحين الكمية في الكاس، حاول تذوبونه على موية او حليب يكون مش بارد مرة ولا حار، يكون فاتر، ذوبوه. بعد كذا صبوا على كمية الحليب، لانه لو حطيتوه راح ما يذوب وياكم كذا، بيصير قطع. مع انه انا يوم سويته صار لي قطع، ما ادري ايش صار فيه في الاخير، كان تمام ضابط لين في الاخير صار نفس القطع، كأني سخنت زياده او طبخت زياده، ما ادري. كل شيء جاهز، شوفوا كيف الكاسترد احسه شويه تقطع معايا، شكلي طبخته زياده، بس انه طعمه لذيذ ما اخترب يعني. وبعدين انا ما مش لازم يبان شكله، اني بحط فوق الفاكهه. الحين ببدا اقص الفواكه وارتبها وخلاص، بس نزينها وكذا تصير جاهزه.
بس كذا الحلا صار جاهز وشكله جدا يشهي ولذيذ وريحة جدا لذيذة. طبعا في التزيين صراحة أخذت صور جاهزة وحاولت أطبق نفسها. الحين بجهز قهوة اليوم، ناويين بإذن الله إنه نأخذ قهوتنا والتارت اللي سويناه، نروح حديقة نسوي بيكنيك عائلي نستمتع بالجو. معلش أعتذر مش حاطة فلتر في القهوة في جهاز القهوة، بس مخلصة ثلاثة. وأنتوا طبعا تقدرون تستخدمونها بلا فلتر عادي، بس الأفضل والألطف إنكم تأخذون فلتر. بجهز قهوتي بعد كذا بروح الحديقة، ما راح نروح بدري، بنخلي الحين الساعة يمكن 3:15، بنخلي لين قبل الأذان المغرب بساعة وربع أو ساعة ونص يكون الجو ألطف. يلا خلوني أجهز سلة الرحلات ونبدأ يومنا بإذن الله. شوفي حالك، شوفي حالك، خلي خليك، شوفي حالك.